والله في ساعة في ساعة انا مش ناخذوا الليستة من زاوية اخرى لان الليستة هنا عملنا ليستات وكلات بعضها في البلاتو والتوانسة الكل كل واحد عنده الليستة نتاعو نمشي مع جلال لانه الليستة موفقة لكن التعامل مع الليستة ذيك وكيفية اختيار توظيف اللاعبين بعد بعد لا الشهرين الاخرانيين كونتر شهر اكتوبر الستاج الاخراني كوريا وجابون بعد ساوتومي عيط الملاعبية وما عيطش في الملاعبيه اللي هما توا موجودين في الليست وقلت لي فما خمسه ملاعبين ما ماكش في القائم بعد ما فما استراتيجيه ورؤيه فاليري كي انت حاجتك كبير ولاد يلعب توا امريكا علاش ما عيطلوش قبل بشهر باش يكون موجود وتقطع بالجدل الولايد نتاعنا الزعلوني نتاع الكلوب افريكا فرجاني ساس توا عيط له انت وفرجاني هاني جاي عيط للزعلوني ومن بعد قلت استغنيت عليه لاسباب فنيه قبل بشهر كان فنيا ممتاز وصالح للمنتخب وتوا ما عاد صالح للمنتخب مرتضى بن ونيس اللي شهر التالي ما عيطلوش كان عيطلو راه قطعت في الجدل اليوم عيطلو وموجود في الليستا هل انه اختياره على اسباب فنيه ولا شنو معناه فما منطق راهو في الحكايه هذه فرجاني ساسي ليش تعيطلو انت راس بالعربي ومن بعد تنحيه في راس بالعربي انا والله كلهم مستواهم متقارب لكن كيفيه التعامل انا كان جيت في بلاصته قبل بشهرين ثلاثه شهور بديت نحضر في الليستا نتاعي اللي 27 ولا 24 هذوما يكونوا ديما موجودين معايا باش نكون حاضر لجوغ جي باش نعيط لهم علاش تو انت تعرف حاجه معناها كي تقول ترمي قنبله تقول الزعلوني لاسباب فنيه الزعلوني ولاد صغير كي تعيطوا لكي بيرسونال هو وعائلته والحومه والدنيا كل الدنيا شيخه كان ولاعب يستحق انه يكون في لكي بيرسونال ومن بعد ترمي كلمه هكاك تقول لي اسباب فنيه الملاعب اذا كان معناها يكون ضعيف شويه من ناحيه نفسانيه وان شاء الله في النادي الافريقي يكونوا محاطين به تحطموا الوليد هذاك كان نجم يوضحها سمير كان نجم يوضح الاسباب الفنيه لا مثلا ولواش تعيط انت جمله واحده ولواش تعيط له نقطة أخرى ما سمعت حتى انترنور أنا قال في كونفيرونس دو بريس أسباب فنية كيفاش تمشي كيفاش تمشي أنت بالكوب دافريكا هذه بارير دروا وحيد ما تقوليش فاليري كشريدة فقط يتضرب لك كشريدة وأنت حاجتك بارير دروا مش على الأوفونسيف ما عندكش البروفيل كل يتبدل ما عندكش ما عندك وبالتالي فما ما نتكلموا على الليست هذه راهو فما ما يتناقش وما يتكلم على كل حال بالتوفيق احنا نتمناه أنه ينجح في الاختيار نتاعو لكن فيها الاستراتيجية نتاع مدرب وبعد النظر وكذا والتحضير للليستا كان يمكن يستعملوا قبل بشهرين وبثلاثة اشهر بوريفيتي هل الاسكندال هذوما اللي صايرين توا